الكناسي اللي عطى لاعبين شرفوا الكره المغربيه وشرفوا المنتخب الوطني المغربي. ولينا كنشوفوا في هذه الاونه الاخيره بطرف مفسدين تيسقط القسم الوطني تيسقط الهوات. فاش نقول لك فاحنا رضينا بالهم والهم رضى بينا. حنا كجمهور تنساندوا فريق النادي الكناسي اينما رحل وارتحل في جميع المدن المغربيه، دائما تنادي باسقاط الفساد. هذا الفساد هذا اللي طول في مدينه مكناس ودمر الفريق، دمر الفريق ودمر التاريخ النادي ديالنا. فاللي غنقول انا هذا الرئيس هذا خصو يتحمل المسؤوليه ديالو وخصو يمشي بحاله. لحقاش هذا السيد هذا ما حاشا باش يكون سيد، هذا الشخص هذا ما عنده حتى شي انتماء لمدينه مكناس، حتى البطاقه الوطنيه ديالو واقيلا تنشكوا فيها. هذا السيد هذا ما عنده حتى شي حاجه بمدينه مكناس بصفه عامه، دمر النادي، دمر التاريخ النادي ديالنا، وصلنا للهوات اللي ما عمرنا وصلنا له في مدى التاريخ. فالنادي كان معروف دائما بالرجال ديالو، كان تيسقط القسم الوطني الثاني وتيجيو الرجال ديالو تيصعدوا تيوصلوا تيردوا للمكانه الحقيقيه ديالو اللي هي قسم الاضواء. ففي هذه الاونه الاخيره ولينا كنسمعوا النادي مكناسي تقطع عليه الماء، النادي مكناسي تقطع عليه الضوء، النادي مكناسي في ازمه خانقه، كاع الفروق عندها الازمه وين عندها الرجال ديالها اللي كيوقفوا معاها. بالعكس النادي مكناسي ما وقفوش مع الرجال ديالو. تيقول واحد المثال بكي عليا وانا حي، اما الا ما تدعي لي بالرحمه. حنا ولينا عاد تنشوفوا اللاعبين والمسؤولين عاد ولاو تيهضروا على النادي، لا واه النادي، لا واه داروا، لا واه فعلوا. افين كنتو؟ افين كنتو فاش كان النادي تيطلب النجده؟ والجمهور المكناسي راه نادى وطالب بالوقفات الاحتجاجيه والاعتصامات فاش كانت الناس كتكون ناعسه في ديورها في رمضان كاع. والجمهور النادي مكناسي كان دائما تيوقف ودائما السند الوحيد كان هو الجمهور. والجمهور كي تيعرف شنو غايدير الجمهور، الجمهور كان تيحضر، الدور ديال الجمهور هو يحضر ويساند. الجمهور كان تيحضر وتيساند تيحارب الفساد اينما راح على وارتحل. جمهور النادي مكناسي بقياده فاصيل الرجال الحمر كان دائما تتنادي ضد الفساد الرياضي. واني كنا كنشوفوا ناس في مدينه مكناس اللي كانت تدير اليد في اليد مع هاد الناس هادو. انا تنحمل المسؤوليه للجماعه والولايه والمسيرين والناس الكبيره د مدينه مكناس، اما الجمهور ما عنده ما يدير. الجمهور كان تيجي تيساند تيخلص يدي التذكيره ديالو. الجمهور تامروا عليه وصيفطوه للحبس. الجمهور اللي كان تيهضر على الحق، الناس كنت نعرفها كتهضر على الحق، صيفطوها للحبس. هاد الناس هادو، هاد الناس هادو كيديروا اليد في اليد مع الفساد. هاد الناس هادو خص تعلق لهم، هاد ابو خديجه هذا خص تعلق له ميداليه، ميداليه ذهبيه. تلاعبات وفي زمن الكذوب وفي زمن الصراعات الشخصيه وفي زمن الاهداف السياسيه ولات كتجي ناس باش تحقق الاهداف السياسيه ديالها. فين هما هاد الاحزاب هادو اللي كانوا تيكذبوا علينا في الانتخابات؟ غنصلحوا القطاع الرياضي، غنصلحوا، غنديروا مكناس تنميه كذا. فين هي شجره التنميه هادي؟ هذا عليها غاده 3 سنين دابا ولا عامين، ولو ساكن ما تحرك، ولو كي كنقولوا حجره ما تحركات في هاد المدينه هادي. وعد المثال الساكت عن الحق الشيطان الاخرس. هاد الناس هادو راه شياطين في صفه انسان. هاد الناس هادي كتبغي المصلحه ديالها. مكناس ولات كتعيش تحت الفساد اللي ولاو 7 العائلات واقيلا هما اللي تيسيروا مكناس.
كنسميهم انا لوبيات الفساد، هاد رئيس الجماعه وهاد الناس هادي اللي عاد جات جديده، تا هاد بوانو هذا واقيلا جا واقيلا كذب علينا، وراه كذب علينا حقاش بوانو ما شفنا منه والو، فريق تيغرق والناس ما تحركاتش. الوقت اللي كانت الناس تحرك ودير اليد في اليد وتقول كيف مصرعات الشخصيه، راه المصلحه هاد النادي كبيره من كل النادي الكلاسي، راه كبير على كل شيء، كبير عليا وكبير على اي واحد. حقاش كون ما كانش النادي المكناسي وما كانش النادي المكناسي واقيلا ما غنبغيوش الرياضه، حنا كنبغيو الكره من قلبنا وكنبغيو الرياضه من قلبنا. يجيو ناس غيقول لك رئيس كان قانوني تحت جمع العام، وانا اني راه الناس اللي عندها خبره في كره القدم راه كتعرف الاجواء اللي كيدوز فيها الجمع العام في المغرب. الجمع العام حنا كان عندنا كانت باينه النادي المكناسي غيسقط اللوات، منين كيجي رئيس النادي المكناسي العاصمه الاسماعيليه واش كامله ما فيهاش بلاصه فين نديروا الجمع العام، تجي انت تدينا البلاصه خارجه على مكناس ودير جمع عام ديالك بوحدك، وتا المنخرطين اقسم بالله ما ولاد مكناس منخرطين من كازا من مدينه الدار البيضاء خدامين معاه في النوادي الليليه ديالو، تلقى واحد المينا ديالو فندقي من ابناء الدار البيضاء ولا الرباط ولا ما جاوراهما، تيجي لمدينه مكناس وتلقاه منخرط في النادي المكناسي وكيهز يدو في التصويت يصوت على رئيس فاسد. كي كنقولوا باللغة كرة القدم السوق مشري، السوق مشري. وهادي راه كيعرفوها كاع الناس، دائما الحقيقه كتبقى مخفيه حيت الصحافه مشريه، حق الصحافه وتا الرياضيه. انا من اكبر المنتقدين اللي تنتقد قناه الرياضيه، لحقاش فاش جات صوره كلوب تي في فهنا في مكناس بينات العام زين، بينات العام زين وبينات الامور غدا هي هذيك، جات سولت كاتب عام سولت نائب الرئيس ما سولتش واحد من الجمهور ولا واحد من المساندين، تجي تخرج لمدينه مكناس تسول النادي المكناسي مالو شنو واقع له، جاو بينو ناس تيكتبوا تيعطيو وعود كاذبه بان قال لك النادي المكناسي في السنه المقبله غينافس على الصعود، وهذه السنه هذه غنتمناو البقاء ديالنا في القسم الوطني الثاني، والنادي المكناسي راه سقط الهوات امام الجمهور ديالو وما تحركت حتى شي حاجه. كيشاف الجامع بيننا باننا حنا ناس الكره وناس تنشقوا كره القدم هي فسقط النادي ديالنا. الحمد لله ما طرا لا شغاب لا والو، الجمهور خرج تحت صدمه، صدمه تصور في الشارع المكناسي البكاء، وبنادم غادي هو وصاحبه ما كيضحكش هو وياه، ما كيهضروش هو وياه، كله ودماغه فين، كل شيء دماغه تيفكر في النادي المكناسي اللي سقط الهوات حشومه. الناس الفعالين
المغربيين تيتحملوا المسؤوليه وسيد الوالي حتى هو تيتحمل المسؤوليه داد الفساد اللي كاين في مكناس. ونعاود نقولها مره اخرى، مكناس راه بقى فيها غير الشيخ الكامل الهادي بن عيسى، حتى هو غننتظروا في يوم من الايام ترحلوا لمدينه اخرى كما رحلتوا حوايج اخرين ومشاريع اخرى كانت غتجي لمكناس، رحلتوها لمدينه اخرى وكديروا دائما اليد في اليد وتتامروا على مدينه مكناس. بغينا نعرفوا واش مكناس ما عندهاش حقها في العيش الكريم، واش مكناس ما عندهاش حقها في الرياضه، واش مكناس ما عندهاش حقها في الثقافه، اللي ولينا كنشوفوا مكناس مهموله. مدينه مكناس وما ادراك ما مدينه مكناس، المدينه اللي عطات رجال وعطات فنانين، ومكناس منبع العلم والثقافه والحضاره. مكناس دول عظمى تتعترف بالتاريخ ديال مدينه مكناس وبالحضاره ديال السلطان مولاي اسماعيل. ولينا كنشوفوا ناس كيدمروا مدينه مكناس وتيتامروا على مدينه مكناس، الشكوى بهم الله ولا ياخذ الحق في كل واحد من كان سباب. واي واحد وصل النادي ديالنا لهذه الحاله هذه اللي وصل لها، وكي غنقول انا ما تنقللش من الفرق الهوات، حتى الفرق الهوات كاين فرق اللي عندها تاريخ والنادي مكناسي وما ادراك ما النادي المكناسي. نعاود نقولها مره اخرى، اللي عطى رجال شرفوا الكره المكناسيه وشرفوا الكره المغربيه وحملوا المشعل وهزوا التوني ديال المنتخب الوطني المغربي. ولينا كنشوفوا النادي تيسقط الهوات بسبب مفسدين وبسبب رئيس فاشل. هذا الرئيس هذا تنحسبوه من البلطاجيه اللي تسلطوا على مدينه مكناس، من اللاجئين اللي تسلطوا على مدينه مكناس ودمروا النادي ديالنا وتامروا على الرياضه بصفه عامه باش يدمروها في مدينه مكناس. ها هما دمروها والشكوى بهم الله. وشكرا للجمهور اللي مازال تيضحي ومازال تيساند الفريق ديالو اينما رحل وارتحل. واش نقول، حنا الجمهور المكناسي دائما كنا كنعيشوا عائله واحده تحت لواء وشعار واسم واحد، وتستمر الحركيه في العاصمه الاسماعيليه بعاصمه الرجال القويه. وشكرا شكرا شكرا، والله ياخذ الحق في هاد الناس هادي اللي دمروا الفريق ديالنا ودمروا مدينه مكناس، المدينه اللي تدمرات بسبب هاد الناس هادي وبسبب هاد الفساد هذا. وكفى من السكوت مكناس ساموت.